بدي آكل. نشكر الله يا سبع، أنت من لما إجينا لهون ما رضيت تاكل لقمة. ما تنادي لي يا سبع، بس النمر القادم من البحر بينادي لي هيك. تكرم، ماشي، قلي شو أعمل لك؟ شو بتحب تاكل؟ بدي بيض. عمو أنا ما بحب آكل بيض. الصبي ما بحبها، ليش لحتى ياكلها؟ بيض. والبيض كيف بتحبه؟ ما بعرف، اعمله على كيفك. شرطة النجدة، تفضل. ألو النجدة، عمو أنا انخطفت. عفواً، بعتذر منك، سمعنا أقواص حوالين البيت أو لهيك خافوا الأولاد، كرر اعتذاري. عفواً على الإزعاج. أوعك تعيدها. يلا انزلي، ما تخافي. أنا بعرف، يعني أمي رح تعصب شوي. شوي بس؟ أكتر بشوي. مرت أخي آسية طالعة من خرج حماتها، اعملي مثلها وكوني من نفس الطينة. مدحت رح يتصل بأي لحظة، بدي أنزل لفهم إخواتي. شو؟ معقولة أنتي؟ اضطريت أرجع. مكانك فوق الراس يا روحي. تعالي، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا نفاس. يا الله شو اشتقت لك، لو تعرفي شو صار معي. يا قلبي عليكي. حاجة أنت وياها رح تبكوني. حاجة يلا. لحظة، مو معقول، الغزالة الزرقاء مو؟
هي هي بلحمة وشحمة. يا ميت أهلا وسهلا. بلم، اطلعي على أوضتك شوي بنتي. نفس، بدي اياكي تسامحيني، ما قدرت احميك. انت سامحني اخي مصطفى، وقت كنت عم تحاول تحميهن نقوصوك. اها، يعني ابني من وراكي تقوص؟ جوزك قوصه لابني؟ امي فهميني، امتى بدنا نرتاح؟ ليموت واحد من ولادي بسببك؟ حاجتك بقى أمي بكفي. حماتي، خلي بقلبك شوية رحمة. حزينة أخذوا لابنا، قلبا حرق. لسا أنتي وأنا قلبي مانو محروق؟ ليش ما عم ترحموني؟ هي أم وأنا ماني أم؟ بلا، أنتي أم، أنتي أم لزلم بس مو لأولاد صغار. نفس لفوق يلا. قنبلي. لك آسية، امتى بدك تتعلمي توزني كلامك؟ شو اعمل فيك يا؟ حاجة تضحك بلا ادب. انت منيحة؟ بغياب ابني ما رح لوم امك بنوب. يلا جيب اللي بدك اياه وخلينا نمشي. خلصنا فوتي شبكي. ايه يلا. قلت لي جوعان، هاي البيض. أنا ما باكل بيض أبداً. أنت من وين بتعرف رقم شرطة النجدة مع أنه عمرك صغير؟ من عمر 4 سنين بعرفه للرقم. عن جد؟ إيه، أول شي علمتني يا أمي هو 155. قلت أول شي؟ الهنود الحمر لما بيوقعوا بمشكلة بيكبسوا على هالأرقام الثلاثة، 1 5 5. 1 5 5. برافو. سنة النار.